أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا، وأهلا وسهلا بكم بفقرتنا الصباحية الأبراج، البداية من الحمل حتى الحوت. واليوم نتحدث عن فترات جدا ممتازة لهذه الأبراج. طبعا الحمل اليوم من الجانب المهني يشير إلى طبعا تجربة مهنية جديدة، هنا راح تكون الازدواجية أو الانفصام بين اتجاهين راح تحددها خياراتك، ولكن راح تكون واضح ودقيق في أفكارك والأمور اللي قد توصل إليها. لكن العاطفة تتخلص من الالتباس والغموض في حياتك العاطفية، هنا تحدد خياراتك النهائية وتضع النقاط على الحروف للمرة الأخيرة. وننتقل طبعا إلى الصحة، الآلام، آلام الظهر والكتفين، حلها الوحيد هو المشي أو ممارسة تمارين رياضية خاصة طبعا بك أنت تحددها حتى تتخلص من الآلام اللي كانت عندك مؤخرا. وننتقل طبعا إلى المولود الثور اللي يكون من الجانب المهني زودك طبعا القدرة على الخوض والمنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، وطبعا اليوم راح تكون انطلاق نحو آفاق جديدة، والمجال المهني اللي راح تضع حجر الأساس المهم له. ننتقل للعاطفة، بانتظارك مرحلة مقبلة على محطات لافتة متطورة في العلاقة بالشريك راح تكون لمصلحتك إذا وظفتها كما يجب. والصحة اليوم حاول قدر الإمكان طبعا التزام بمواعيد التوجه إلى نادي رياضي، ممارسة التمارين الرياضية، أو على الأقل أنه تعرف إيش هي الفترات اللي ممكن تنفعك على يعني الكورسات اللي تخصك. اليوم المهني تتكيف أكثر مع المتغيرات والظروف الطارئة على مدى الأيام الآتية، وتعبر عن نفسك ببلاغة كلية. والعاطفة اليوم راح تتغاضى بعض الشيء عن تصرفات طبعا الشريك الصبيانية، وربما أنه تفتح طريق أو ربما بطريقة لبقة تحاول أنه تكتنفه. والصحة على استعداد دائم أنت اليوم لأي مشروع ترفيهي أو رياضي من قبل العائلة هو مفيد جدا للجميع. ننتقل إلى مولود السرطان، من الجانب المهني ينصح اليوم بتنفيذ جميع الواجبات لأنه جو ملائم وجدا يسمح لك بإعطاء أفضل النتائج وترك أجمل الانطباعات لديك. طبعا العاطفة اليوم راح تحاول أنه تصطحب الحبيب في سهرات، وما تمضي أجمل الأوقات هو بحاجة إلى الترفيه والتسلية معه، أو على الأقل أنه تعطي شيء من وقتك. والصحة اليوم ربما حتى ما تكون العواقب وخيمة على وضعك الصحي اليوم، تخفف من ساعات العمل الإضافية، وحاول أنه تعرف إيش هي الأوقات اللي تتمتع بها والفترات اللي تسمح لك بأنه الضغط على نفسك من الجانب العمل. والأسد اليوم مكافأة جدا كبيرة للجانب المهني، لكن تزداد مسؤولياتك العملية والعلمية وتمتلك الفكرة المطلوبة عند اللزوم طبعا لمواجهة كل ما يحاول إبعادك عنه. ننتقل إلى العاطفة، اليوم طلب غير متوقع من الشريك راح تكون واعي في ردك حتى ما تدفع ثمن ربما تسرعك لاحقا. والصحة اليوم إذا عرفت كيف تربح نفسك راح تحاول أن تبتعد عنك الأمراض أكبر مدة ممكنة. ومولود العذراء من الجانب المهني يشير طبعا اليوم إلى إرباك أو اضطراب وقلق، وربما إرجاء لبعض المواعيد المهمة، لكن المستقبل مشاريعك راح ما تتأثر طبعا بالوضع الراهن. وننتقل إلى الوضع العاطفي، مشروع سفر مع الشريك، بغية استعادة أجمل ذكرياتك الماضية وتجديد المشاعر والحب، وربما يكون شهر عسل جدا ممتاز أيها المولود. من الجانب الصحي ربما تتعدد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية، بغية الترويج عن نفسك بطريقة جدا إيجابية وممتازة. وننتقل إلى مولود الميزان، من الجانب المهني ربما تحاول أنه تتحدث اليوم عن إيجابيات تجد فيها، تكون حيويتك وقد ترغب في الاستشارات طبعا في خارج، وربما توسع إطار مشاريعك. أما إذا تحدثنا عن العاطفة طبعا راح تكون هناك رغبة في تحسين ظروفك العاطفية، ما راح توقف عائق أمام اندفاعك، وربما تظهر نتائج لك قريبا جدا. والصحة اليوم نتائج ممارسة الرياضة اليومية راح تبدأ وتظهر وتشعرك بارتياح ما كنت تعرفه منذ الطفولة. وإلى العقرب اليوم، مولود العقرب من الجانب المهني يجعل طبعا الآخرين نزغون لك بإعجاب، وتحظى بدعم المهني المطلوب من أرباب العمل السير قدما فيما أنت بدأت.
وصح اليوم يطلب من عندك طبعا التأني والهدوء والتراجع قليلا حتى ما توسع نطاق النزاعات مع الشريك وما تتورط في أي وعود قطعتها على نفسك هذه الفترة. ننتقل إلى الصحة اليوم، تقوم بواجباتك تجاه صحتك كما يجب وما رح تكون إلا من أصحاب العافية والنشاط الممتاز. وننتقل طبعا إلى القوس، مولود القوس اللي راح ربما يفرض عليك ربما تتصرف بعدوانية مع زملاء العمل، وأنه تتحلى بالهدوء وبالحكمة اللي أنت تتميز بها دائما. يلا ننتقل إلى العاطفة ونتحدث عن تبدو محتار أمام مجموعة من القرارات المصيرية بشأن الاستمرار في العلاقة أو قطعها نهائيا. والصح اليوم ربما تتدمر بعض الشيء من كثرة الطلبات الدعائية إلى ممارسة الرياضة، ولكنها كلها راح تكون في مصلحتك. وإلى الجانب الآخر من مولود طبعا الجدي اليوم، وطبعا الجانب المهني راح يكون يبشر بتنفيذ بعض الوعود السابقة، وربما تحرز تقدم في العمل وربما تنجز الكثير بفضل اجتهادك ومتابعتك الدقيقة للأمور. خلونا نشوف الجانب العاطفي اللي اليوم ما تعرف أي ملاذ أنه تريد أنه تتبع عقلك أم قلبك. راح تكون جدا حذر في قراراتك وربما تتجنب العدائية تجاه الشريك هذه الفترة، هو ما يقدر أنه يتحمل بعض تصرفاتك، انتبه يا مولود. وربما للصحة اليوم يقول الجسم أو جسمك ميال إلى بدانة سرعة، راح أنه تنتبه كمية طعامك وتحاول أنه ربما تكتفي بثلاث وجبات فقط، لا تقدرش تأكل يا مولود. وإلى مولود الدلو من الجانب المهني يشير اليوم إلى التخلص من الضغوطات، وربما يوفر لك ظروف جدا أفضل وأكثر استقرار للغد الذي تعلق أو أنت تعلق عليه آمالك في الآونة الأخيرة. إذا تحدثنا عن العاطفة، ما تحاول أن تستسلم أمام ربما ضغوط العمل، هو يحاول دفعك للقيام بما أنت ما ترغب به، بغية قطع العلاقة وربما استمرار بمهاترات ما إلها أي داعي. الصحة قلة النوم تسبب لك الإرهاق الفكري، فحاول أنه تقسم وقتك طبعا بشكل سليم وتحاول أنه تعرف إيش هي الفترات الإيجابية اللي تنفعك. وأخيرا مولود الحوت، الجانب المهني ناسبك اليوم أو قد توجه إليك بعض الانتقادات القاسية، لكنك تواصل طريقك بثبات وقوة لتحقيق الأهداف. والعاطفة ربما يكون التراكمات أو الخلافات مع الشريك أنه تزيد وتزيد تعقيد الأمور وتصبح المعالجة ممكنة. الصحة، الضحك والمرح هم من أهم وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقرارا. أيضا مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى القسم الآخر من فقرتنا الصباحية، واللي راح تكون اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية. خلونا نستقبل أول اتصال هاتفي معي. ألو. ألو، مرحب، صباح العافية. أسلامي. يا قلبي أنتي من معانا. بروينة، كيف الصحة؟ صباحة خليتش يا ربي. وين بروينة الغيبة؟ والله ما يوم يومين للغيري. إزاين، كلش حلو دا تعرفين أنه أنه يعني تنطين فرصة لغيرك. حلو يا بروينة، عاش تديتش بويتي. عاش تديتش بروينة. طيب بروين، كيف ساعدتش حبيبتي؟ تتميز كل أمي. نعم، المنو؟ أمي. للوالدة؟ إيه. اللي هي إيش اسمها؟ قولي. إيه. طيب قولي بنت منو؟ فاطمة. فاطمة. إيه. وأنتي قلتي برج الحضراء. عفوا؟ أنتي كسرتي برج الحضراء. اللي هي منو برج العذراء؟ أمي. حتى الماما برج العذراء؟ إيه. طيب يعني حسب حسابي؟ إيه حسب حسابي. طيب تمام، عن شو راح تسألينا لي؟ قولي بنت فاطمة لمولودة العذراء. استدميت يعني تعبان، ما أعرف أجبها وينسى كل شيء، من يسوي شيء ينسى. أها، إيش قد العمر؟ 52 مواليد. مواليد 52؟ إيه. أوكي، ويساوي الترابي، حاكم برجها عطارد، فاطمة ويسار. اسمعيني يا حبيبتي، انت تسأليني فقط عن مسألة النسيان ام ايش تحديدا سؤالك؟ الصحة تتمي. عن الجانب الصحي. ايه تمام. شوفي، ماكو شيء زين؟ ماكو زين حول ايش يعني؟
يعني زين حول ايش بالضبط؟ المنو تحديدا للوالده ام شو ايش تقصدين؟ لامي. اوكي تمام، خليني اقول لك قضيه. طبعا بالنسبه فيما يخص هل هنالك شيء جيد؟ اي نعم هنالك شيء جيد، قد يكون زائر عزيز على قلبها راح يعني يوصل لها، او كانت تسال عن شيء كان شاغل بالها اكثر والان راح تسمع عنه خبر، او قد يكون يعني من اولادها شيء يفرحها اكثر، يعني هدف معين او ربما حركه حلوه راح يعني تدخل على هذه المولوده تفرحها اكثر. هذول الثلاث احتمالات اللي راح تكون من تلقاء او باتجاه هذه المولوده. وننتقل طبعا الى مساله ايش المسببات اللي المت بصحتها لهذه المولوده. بصراحه شيء من بعض التفاصيل تاشر على انه هذه العشريه هي تعاني من شيء في منطقه اعلى الراس، وهذا ربما ما يسبب، او ربما كانت معها حالات من الدوار الشديده او حالات من عدم التركيز اكثر، وينم عن ربما بدايه زهايمر اني اقول لك، او ربما عن حاله ايش نسميها، كانت صدمه او شيء من هالقبيل. لكن عموما هو كل هذا يصب في حالات من النسيان الشديد. اذا تحبين تروحين الان مباشره، يعني تغلقين الهاتف وتروحين تعملينها تشيك، لانه هاي محتاجه تاخذ ادويه بهذا الموضوع. يعني الحمد لله انه انت وصلتي بالوقت المناسب، وانه ما فات الوقت اكثر عن هاي المواضيع، لانه بصراحه هذه المولوده تعاني من حاله قد تكون بدايه زهايمر مبكره. فكلش مهمه يا بروين انه تساعديها، توديها طبيب، وانا متاكده راح تعرفين او راح تقولي لي انه الطبيب وصف لنا علاج، حتى تحاول انه او حتى على الاقل يكون علاج فكري، يعني تحاول انه يعمل لها كورسات معينه حتى تعيد انه تنشط الذاكره او شيء من هالقبيل. وعلى الاغلب هذه كانت معاها جلطه قديمه او شيء من تجلطات، لانه من تلقاء طبع المريخ اللي يؤشر على قرب حادث او حدوث لهذه المولوده قطرات صغيره، هي هاي اللي يسموها ربما تجلطات كلش بسيطه، لكن ما اثرت بالطريقه اللي هي، وكان فقط اثرت على جانب انه تكون معاها نسيان. روحي للطبيب واعملي لها تشيك، وشوفي الطبيب ايش راح يبدي. طبعا راح يبدي ينطيه اشياء قد تكون منشطه او قد تكون منشطه فكريا، قد تكون العاب او رياضات ذهنيه او شيء من هذا القبيل. كلش مهم يا بروين ما تهملين هذه الحاله، لانها بصراحه محتاجه مراجعه الطبيب او استشارته. تمام؟ تمام. طيب ما يتشتفوا يوجع كثير. ايش؟ تشتفوا. اي منطقة الكتف، نحن نتحدث عن انه مواليد العذراء هي من المواليد الترابية، والترابية يكون نعم اسمعيني الصوت اسمعي يجي سبميس. الان تسمعيني اوضح؟ ايه تكفو يوجع. نعم اكيد اكيد اكيد، هذا مو بس منطقة الكتف، ايضا عندها منطقة الفخذ الايمن او الايسر، يعني بمعنى علامة صح صاير عندها، فهي اما تنتقل منها وتنتقل هنا، فهالشكل يصير الموضوع، يعني من الرجل هالشكل الى الكتف هيك، يعني هالشكل كانه سهم. فهذا هو الموضوع اللي اشر على انها من مواليد الترابية، والترابية هي الاكثر طبعا يعني تاثر من تلقاء الحراره والبروده، وكل ما ترتفع نوازل محدده يعني تحاول انه تاثر عليها او يعني تكون معها بطريقه يعني محدده. عامه بالمد والجزر البحري ايضا، هذا ما الى دخل ربما انتم راح تفهمون عليه اكثر، بس هو ايضا تتاثر من عندها من تلقاء القمر وظهوره، والنوازل اللي تنزل ببقيه الابراج قضيه ربما تكون شويه دقيقه، مو فرصه انه نتحدث بها الان. لكن سريعا توجهي يا حبيبتي يا بروينه حتى تحاولين انه تسيطرين على الحاله اللي انا يعني حكيت لك عنها. وشكرا لاتصالك يا بروين حبيبتي. طيب يلا في اتصال هاتفي اخر. الو 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 السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، يا مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخي ميت هلا. بلا زحمة بس ابدا اشوف ابني. اي نعم. 27/5. 27/5؟ اي والله. تمام صار من عيوننا وتدلل. رحم الله والديك. طيب 27 حسب حسابي الخاص راح يقول مولود الجوزاء. نعم. وحاكم برجه طبعا هو عطارد. اي هو شوي حظه ما قعد سبحان الله. هوائي طبعا ان شاء الله يا ربي الحظ الاوفر لكل اللي تابعنا. طيب ايش اسم الولد؟ علي. المتصل؟ طيب اسمه علي. علي
ابن منو؟ ابن كوثر. ابن كوثر. طيب بس بلا زحمة، ساعة الولادة متى؟ نعم صوت شوية بعيد بلا زحمة. ساعة الولادة متى عزيزي؟ ولادته؟ ولادته الساعة 7 الصبح. 7 صباحا. تمام. يلا. ايش قد العمر آخر شيء؟ ها؟ العمر ايش قد؟ العمر 20 سنة، 21 سنة. ما متأكد بالضبط. ايش قد المواليد تحديدا يعني؟ 99. 99 تمام. يعني انهى ال 20 والان هو في ال 21. طيب. طيب عزيزي تسألني فقط عن ايش تحديدا يعني؟ شنو اللي راح تحاول ان تسألني عنه؟ يعني بصورة عامة اذا بها مجال في الدول. شوف مو نحن حتى يعني تعرف انت الاتصالات وكذا حتى تستفاد من وجودك معنا، نحن اذا تحدثنا بصورة عامة احتاج الى وقت شوي اكبر، لكن اذا تحب انه تحدد المشكلة تحديدا ايش هي بالضبط حتى مباشرة احاول انه اساعدك بها، ومن بعدها اذا كان في ملاحظات اخرى انا جاهزة. بس يعني طيب الحظ يعني تقصد وين؟ بجانب العمل، بجانب الدراسة، بجانب العلاقات لا العامة، اي شيء؟ الحياة، الحياة، الجانب الحياة المعيشية. حياة المعيشية. الزوجية. ايه هالشكل خصلي، يعني مثلا كان تكون حياة الزوجية أو العملية أو الاجتماعية والدراسية وما شاكل ذلك، كيتش الموضوع. هي حياة الزوجية. نقول الزوجية، نقول الارتباط إذا، حالة الارتباط أو التوافق. بالضبط. التوافق. أبد وأي والله. تمام. ويساوي؟ قبل كل شيء الشركة لهذا المولود متوسطة بالطول يعني حجمها ناعم تقريبا بالضبط عافية صحيح تمام يعني أقول لك حكاية بصراحة نحن ما نريد نخرب بيوت للأمانة صحيح ومو من حقنا نحكي هاي التفاصيل على الجو وأني مباشرة أعطيتك صفاتها صح؟ صحيح وأقدر هواي كلام هسه أقوله إيه بس للأمانة للأمانة إيه يعني أكو أشياء دا تعمل بطريقة خطأ وده ترجع وده ترجع بالعكس اي صحيح ف والله يا اخي شو اقول لك على الهواء يعني ترى هذا احراج بس لا لا قولي بس يلا الله كريم ان شاء الله خير يعني بصراحه خلينا نكون صريحه معك قد يكون هذا او قد تكون هذه العلاقه او البنت او السيده كانت في بيت اهلها او شيء من هالموضوع لان يظهر ما كانت معاهنا يعني لان يظهر الان الشخص لحاله او ربما عادت من فتره قصيره تفهم بالضبط صحيح اوكي صحيح. صحيح. عامة الأمور لا بأس بها وعلى الأغلب العنصر الثالث هو التدخل يعني يتدخل أكثر يعني صحيح. قيل وقال وهذه المواضيع وأيضا نعم وأكثر الأشياء بالنسبة للأخ علي يعني هو أيضا شخص سوري لا تزعل مني مو صاحب قرار يعني ما يستطيع يأخذ القرارات أكثر بحياته لذلك هو هذا سبب التعب والمشاكل صحيح ما أقدر أقول لك لأنه مو من حقي يعني الله هو والي العلم لكن اللي واضح ما طول العلاقة أكثر هاي بصراحة أي صح صحيح ما طول القضية واضحة صحيح. جدا وهنالك تدخلات وهنالك تدخلات جدا واضحة يا عزيزي صحيح نعم ويقال أو اللي واضح معه هنالك ثلاث قرانات عند هذا المولود قد يكون قران أول انفصخ أول مرة خطوبة أو شيء من هالقبيل ثم كانت هذه الزوجة ثم يعاود زواج بمرة ثانية يعني فترة جدا حلوة وهنالك طريق جدا واضح مع هذا المولود إن شاء الله يعني هذا هو اللي وضح معانا يا أخ أكيد ما شرفنا بحضرتك أكيد صحيح إذا نقول أهلا وسهلا بك وشكرا لاتصالك حافظك الله مرحبا شكرا جزيلا ورحمة الله وبركاته ربي يحفظك يطول عمرك شكرا يعني مشاهدينا بصراحة أنا اليوم طبعا شربت شاي قبل أدخل الكنترول فما أعرف شنو اللي يصير من الحلاوة ما أدري شكو إحنا مو من حقنا يعني ندخل حياة الآخرين أو ممكن أن نتحدث عنها أو ممكن أن نوصفها أو ممكن يعني هاي خصوصيات وسريات وما في برج من الأبراج ما ممكن نعرف إيش هي التدخلات اللي في حياته أو شنو موجود عنده يعني حتى أقدر أقول لكم صفاته والبارحة أساساً شنو أكل يعني ها للعلم زين فهي القضية مو هالشكل بصراحة أحياناً بعض المتصلين اللي يحاولون يتصلون عليه يعرفون كل التفاصيل هل هو كذا يعني نحن محددين بصراحة بوقت ونتمنى أنه هذا الوقت ينقسم بالعدالة على كل متابعينا اللي يحاول أنه يأخذ أكثر استفسار أكثر يحاول أنه يدردش معنا على صفحتنا صفحة برامج زاكروس بالعربي هناك اكتبوا لي من أين صار الدلاله يلا روح الاتصال هاتفي آخر ألو 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 صباح الخير ألو صباح النور صباح العافية مية هلا سلامتكني يا عيوني أنت من معايا حوراء من البصرة حوراء أول مرة تتصلينا أي أنا أول مرة حوراء شخبارج
الحمد لله. شلونهم أهل البصرة الكرام؟ الله يوديك شلون عليك حبيبتي. أنا كلش أحب أهل البصرة، يعني شوفوا أنا خوب المحافظات كلها راح تزعل هسه وتغار، بس والله العظيم محافظة البصرة من الناس كلش طيبين، وبصراحة كثير عندي منا يعني متابعين ومحبين، أكثر نسبة وأكبر نسبة جدا كبيرة في محافظة البصرة. تحياتنا للفيحاء حبيبة قلب الغالية. يلا حبيبتي حوراء. أنا 88 2000. أنت مواليد 2000؟ أي 88. طيب خليش ثواني معايا، خلينا نحسب. 88؟ أي نعم 2000. تمام. مدة الأسد، الشمس، ونارية الطبع. طيب حوراء عن شنو راح تسألينا حبيبتي؟ عن النصيب. النصيب، ايش قد العمر حبي؟ 21. 21 سنة عمرك. تمام اوكي حوراء. ساعة الولادة كم عفوا؟ 12 الظهر. 12 ظهرا. واسم الماما شنو؟ محاسن. شنو اسمها؟ محاسن. محاسن تمام يا حبيبتي يا حورية. طيب حوراء إذا تسأليني لمولود الأسد هذه السنة أو قبل كل شيء، تطلع معك علاقة منفصلة أو قد تكون هنالك كلام ما تم؟ أي نعم صحيح. تمام؟ أي صحيح. طيب. وربما هذه العلاقة بعد في ترددات أو كلام يقال، أو ربما تسمعين بين فترة والثانية، أو ربما إلها عودة أو نقاش معين. إيه مرحبا بعد ما يرجع يعني كلش. بس بعودة أو ربما راح تسمعين خبر عن هذا الموضوع، عموما هو خبر مار يعني. تمام. الآن تسألين عن هل هناك نصيب، أو تسألين عن علاقة تحاولين إنه تستفسرين عن توافقها، إيش تحديدا؟ فقط عن النصيب؟ أي عن النصيب. طيب تمام. يعني اللي ظهر معك شخص أو إنسانة أو علاقة أو طرف معين، يعني تكون الارتباط عن طريق هيك شيء، واللي واضح معاك يا حوراء أنه شخص ينظرك، أو ربما يكون تعرف من نظرة من بعيد، أو ربما ليستفسر أو يفتهم أو يستعلم عنك أكثر. هسا اللي يظهر معاك أشخاص يسألون عنك بداية السنة إن شاء الله، اللي راح تكون على واحد بداية السنة، يعني العشريات الأولى راح تكون متصدرة، وأنا حكيت عن أنه المائية والنارية هي من الأبراج المحظوظة في بداية السنة، تستمر طبعا عندك إلى نهاية أو منتصف تقريبا شهر السادس، يعني هنا فترة جدا ممتازة راح تكون عندك، تحظين بعلاقات حلوة، تحظين بشراكات ممتازة، وقد يكون ثلاثة من النصيب معك، يعني ربما يكون اتصالات ثلاث أشخاص خطاب على بابك، يعني القضية واضحة عن هذا الموضوع. الخيار طبعا إلك، والوسط يكون متوسط الحال، يعني قد ما يعجبك الوسط، فالموضوع إلك، إما أنه تختارين الوسط أو تنتظرين اللي راح يلي منه. تمام؟ حلوة حلوة الأمور معك. إيش كان معك وضع صحي أو ربما جرح أو شيء من هالقبيل أنت عانيتي منه أو صار معك؟ لا ما عندي. يلا السلامة إنك، وانتبهي لهذا الموضوع. تمام يعني. حبيبتي حورية، يا أهلا وسهلا بيك يا مية هلا. طيب يلا روح الاتصال هاتفي آخر. ألو صباح الخير، صباح العافية، فقرة الأبراج ميس الأمير معاكم قناة زاغروس، تفضلوا. ألو صباح العافية. السلام عليكم حبيبتي. صباح النور. صباح العافية ومية هلا، يا مرحبا. شلونك ست؟ يا عيوني الغالية، منو أنتي؟ ست ويات رقية من كربلاء. رقية أول مرة؟ بس أريد أسأل عن ماما. يا حي الله أهل كربلاء الكرام، ومية هلا بيهم. أريد أسأل عن ماما. يلا. 16 الشهر الثالث سنة 1981. نقول 16. 16/8 16/3. تمام. اسمها جنان. كانت من مولود الحوت رقية. طيب يلا رقية ما يخالف، ما حالفتش الحظ، ان شاء الله الحظ الاوفر، عاود الاتصال مره ثانيه، ننتظرك احنا.
ألو. طيب صباح العافية. ألو. ألو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا هلا. بنين من بابل. بنين، صباح وبنين. ألو. حبيبتي بنونة. أول مرة تتصلينا؟ إي. اي حلو حلو، اليوم اكو نهضه، يوم قعدات البنات النص صباح زين. ما لا ادق عليك. حياتي بنونه 100 هلا. اي بنيه. شهر التاسع 29. شهر التاسع؟ اي. 29 9 نقول؟ اي. تمام. العذراء؟ تمام. يقولون مين؟ اي. اي 29 9 حبيبتي؟ اي على النصيب. 29 9 تمام؟ اي 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 عندنا خليك خليك معي ثواني. 29 9 راح تكونين مولوده الميزان، عفوا ثواني لما اسمع ايش عدل. وزهره ايه؟ حاكم برجك هو الميزان. الميزان 29 9 ايه؟ تمام اي اي مولوده الميزان، حاكم برجك هو الزهره وطبعك هو راح يكون هوائي. ايه؟ ماشي ايه؟ بنين اي بنونه يلا الزواج. اه النصيب تريدين؟ اي طيب النصيب اوكي. انا النصيب يا بنين ايش قد العمر؟ 2002 اوكي. وايش اسم الماما؟ مريم. مريومة يعني واحد احلى من الاخ اسماءكم. حبيبتي حبيبتي. طيب يلا يلا بنونة نحكي عن النصيب وعن مولودة الميزان لهذه السنة. شوفي بنونة أنا بس سؤال أسألك صريح يعني حتى أكمل جاوبيني. كان أو كانت هنالك علاقة أو كان هنالك خبر أو شيء من هالقبيل يعني تعبك أو حرق قلبك أو انقهرتي منه؟ أي صح؟ صح. أي يطلع ريحة الشعوات مال قلبك واصلة يمي. اوف راح اطفي. اي والله اسم الله على قلبك حبيبتي انت. تمام كلامي؟ اي تمام. شوفي بالمقابل الله سبحانه وتعالى راح يعوضك بنصيب لا على البال ولا على الخاطر. ليش؟ لانه ولح يبدي طبعا هذه المرحله راح تبدي معاك تبدي من شهر الرابع وتستمر الى السابع، يعني بهذه الفتره حاولي انه تكونين مستعده للفترات الايجابيه للنصيب. يعني ان شاء الله يا ربي الموضوع جدا حلو. حتى انت من الناس راح تقولين الله سبحانه وتعالى يعوض العبد باحسن منه، وربما حرقه القلب هذه اللي صارت مقابلها شيء افضل وشيء الله سبحانه وتعالى ما اشاء لك حتى لا تتعبين، لكن نصيبك يصيبك والامور جدا ايجابيه وحلوه وكل صديقاتك وناسك ومعارفك راح يقولون بنين ما غير هل هذا هاي شنو؟ تابعي هذا الموضوع وتذكريني. اي تذكرين يا بنونه، ان شاء الله يا رب الافراح والسعاده ومن يصير نصيبك عودي يعني بشرينا بنونه حتى نفرح لك. ان شاء الله خير. حبيبتي بنونه يا اهلا وسهلا. نعم. نعم. اي بنينه. مواليد 30/6. 30/6، انا ما اعرف الاخ المخرج شنو يقول، يعني نسمح اثنين اتصالين خاف الجمهور يزعل لانه ماخذين بعد حجوزات مفتوحه ويانا على الجو. انا؟ يلا تفضلي تفضلي. 30/6 عامي على عام. 30/6 المنو؟ لاختي. اختك اللي هي شنو؟ اي 30/6 اي مولودة السرطان. القمر ومائية. بشكل عام؟ لا بشكل عام هذا شوية يطول عليها، بس إذا تحب تسألنا عن شيء محدد زين. إيش اسمها هي؟ نهلة. نهلة. نهلة بنت مريم. ايه اوكي. نهلة بنت مريم. شوفي لمولودة السرطان، طبعا مولودة السرطان ايضا عانت من اشياء جدا كبيره على الاغلب من اهلها، قد للمتزوجين قد يكونون اولادهم وللعزاب يكونون الام والاب وناس والمحيطين اللي داير بيهم، لان مولودة السرطان هي مثل الحوت يفرح بسرعه ويحزن بسرعه والدمعه بطرف عينه، بس واحد يحاكي يطق الدمعه اذا فرح واذا حزن يعني. فنحن ما نسميهم البكاؤون لا، بس نقول مشاعرهم حقيقية ويتأثرون بطريقة جدا سريعة. وهذه المولودة عانت بصراحة من محيط الأسرة أو العائلة أو الناس أو أربابها اللي كانوا قريبين عليها، تظهر وترتفع هذه الحالة وتكون مرتاحة وسعيدة إن شاء الله. هذه السنة أيضا تخدم مولودة السرطان بشكل خاص لكل العشريات اللي تابعوني
طبعا الان خلي يحاولون انه يفهمون انه مولودة السرطان ايضا او مولودة السرطان للذكر والانثى كانوا معانين طبعا من فترات قد تكون شويه نحسه او كانت نوازلهم حرجه، كانت الزاويه اللي دخل بها احدى الافلاك اللي ما راح اذكرها على الجو حتى ما نضيع الوقت سببت لهم حاله من الركود وسببت لهم حاله من التذبذب الاجتماعي، قد يكون مع الاهل وقد يكون ايضا مع الاولاد. تنتقل هذه الحاله ان شاء الله وترتفع لمولوده السرطان، تشهد اشياء جدا ايجابيه وخصوصا على صعيد الماده المال. الكل يسال بصراحه عن الماده ومو عيب لانه هو عصب الحياه والناس شلون عايشه على هذه المواضيع. فينتظرون فتره جدا ايجابيه تبدا امورهم ترتفع وتتحسن، وان شاء الله من منتصف شهر الرابع ايضا لانه يعني العشريات يعني المسيطره، احنا تحدثنا عن الناريه و المائية بداية ومن بعدها تبدي المواليد المائية اللي احنا حكينا عليها. السرطان لهذه السنة سنة جدا ممتازة، يعني خلي تفرح مواليد السرطان معها فترات ممتازة جدا تعوض عن حرمان وتقصير طبعا لمدة سنين. وللنساء خصوصا خلي أبشر النساء المتزوجات من رجل متزوج من اثنين أو قد تكون هي الزوجة الثانية أو الثالثة، إذا كانت من مولود السرطان فراح يكون أو تكون هي المفضلة بين أقرانها من النساء مع هذا الشخص لهذه السنة. فحبيبتي يا مولودة السرطان اللي متزوجة من شخص عنده أكثر من زوجة، اتفردي وطلعي ريشك الحلو الجميل وحاولي تحققين كل الأشياء اللي تحبيها. حلوة القضية هنا. يلا روح لاتصال هاتفي آخر. ألو صباح الخير. ألو صباح العافية. صباح الخير. يا مرحبا الغالية قلبي، منو معانا؟ عذراء من بغداد. عذراء صباح الخير. صباح النور حبيبي. في الدول عينك عيوني عذراء. عذورة أول مرة تتصلينا؟ لا صديقة البرنامج. صديقة البرنامج عذورة، يعني العذر الشديد ليش؟ هواي اكو بنات عذراوات معانا ويعني تقريبا نفس اللي برج العذراء. الآن فعلا أنت صديقة البرنامج لأنه أنت الشخصية الوحيدة اللي اسمك عذراء ومواليد وتاريخ ميلادك أيضا يعني يتوافق مع برج العذراء. طيب يا عذراء شنو راح تسألين عزيزتي؟ أريد أسألك اليوم عن 12/1988 و3/9/1999. طيب 12 التوافق، أريد أعرف هذا المولود إيش عنده ما عنده. طيب شنو يعني 12؟ أي تمام، مولود الميزان طبعا زهرة حاكم الطبع وهو هوائي. طيب اللي إيش اسمه بالضبط هذا؟ تغلب. عفوا تغلب. تأي تغلب. تغلب تغلب اي أقولت اللي بإيه الأسماء اللي عايزة كتالوج ده. زين تغلب مو اي اي تغلب. طيب يلا بنت ولا ولد هاي؟ ولد. شخص اوكي. ما تعرفين ساعة الولادة؟ 1999. اوكي 99. انتي عذراء 99. 3/9 انتي؟ اي. اوكي العذراء. طيب يلا. تريدين تعرفين التوافق بين هاي الابراج ولا تريدين تعرفين حالة الميزان تحديدا اللي انطيتينا اياها بالبداية؟ لا اريد اعرف التوافق، ويعني هو هذا الشخص يصير يعني خطيبي هو هذا. ها الان انتم مخطوبين يعني؟ ايه ايه تمام اوكي. ايه فاريد اعرف يعني شنو اكو ما اكو. شوفي عذورة انا راح احكي لك بس لازم تصدقين القول حتى اكمل كلامي معك. نعم. شوفي اول الاشياء اللي انت دا تحكين عنها عدم الثقة، انت فاقدة الثقة بهذا الشخص اطلاقا. صحيح. شوفي بعدين هذا الشخص رغم انه هو هادئ وطيب لكن مسألة الغرور عنده تقرا فوق الفول، يعني فوق التأشير. صحيح. كلامي تمام؟ تمام. وكل الكلام اللي قال لك اياه ولا مو واحد ولا حتى شعره صار من عنده، مجرد شعارات. صح. وكلام. صح. ينحكي وانت هذا اللي قالقش تحديدا. صحيح. تمام؟ صحيح. اسمعيني. مع ذلك حالة الشك المسيطر عليك وواصلة مرحلة جنون، يعني انت ما تحكين ولكن في داخلك، وهذا الموضوع كبت ربما يولد حالة انفصال أو حالة انفجار بينك وبينه، يعني تترقبين إذا ما صارت هذا الموضوع، يعني إذا ما صعد الموضوع بيناتكم بعده تنتبهين ويعني وتلاحظين انضباطات كلامك بالحديث، يعني لأنه ربما تنفجرين بصوت عالي تحكين،
لأنه واصلة حدك يعني أنت خلاص يعني يعني فاضل القدح عندك بعد ماكو شيء ينملي. أوكي؟ صح. على الأغلب أنت ناطرة مسألة سكن، مسألة استقرار، مسألة نهاية لشيء، يعني ده تريدي تحطين سقف حد لهذا الموضوع الآن. أيه. تمام؟ أيه. وصاحبنا لزعلين مني هلامي الشكل مين بدكم شيء يطلع لك. أوكي؟ أيه ما. أوكي؟ أيه. تمام؟ صح. يعني صح. للأمانة نحن ما رح نقول هاي الأشياء، شوف بس إحنا خطية هواي سطرنا عليه، بمعنى هو مو كاذب، ولكن شخص يعني قد يكون يعني الأبراج ما دعمته، مجرد إنه يحكي ولكن ربما الفرص فلتت من عنده أو ما استطاع إنه يوصل للنهاية اللي أنت محددتها معه. أوكي؟ فلك شنو يقول لك؟ أصبري هذا الأسبوع وراقبي. أيه. وراقبي شنو راح يصير، في حدث كلش حلو راح يحدث معك، أو ربما تدخل من شخص طويل بالقامة أو طويل بسمعة حلوة، أو لكن شيء في كبير يعني كبر بالموضوع قد يحلك هذا يعني الموضوع. يعني شان عفوا تتميز بس إذا ممكن عيدي ليها هاي. في شخص راح يتدخل عن هذا الموضوع لأنه أيه. بصراحة الموضوع أخذ أكثر من حجمه، أو ربما شو نسميه اختمر زايد، يعني خلاص إنه لازم أكو مواضيع تنحل أو تتحدد من هذا الجانب. فلا تنتظرين هذا الأسبوع أو العشرة أيام القادمة هي الفيصل الحقيقي والنهائي لكل الأشياء. وللعلم أنتم معاكم شيء على غيارات قطع ملابس، شيء جهاز ذهاب، شيء يخصك أنت متحاشين أو متفاهمين عليه، أو صوتكم عالي عليه؟ لا لا ما كنت شيء. طيب انتبهي لهذا الموضوع، ربما يعني تظهر معاك هاي الحالة على القادم. عموما إن شاء الله يا ربي سعادة وهناء، وبس انتبهي حبي يا عبدورة ما تنفجرين بوجه الولد، خطي على كيفك شوية بهدوء يعني. زين أريد أفهم يعني هو إحنا هسا صاير بالموضوع في التأخير، زين شنو السبب من عنده؟ يعني من عنده أو شنو السبب اللي يمنعه؟ السبب والله حالة نوازل، أنا حكيت لك قبل شوية أكو كلام أنا قلته مو صحيح بموافقتك أنتي، أنتي الكلام اللي حكيته أنا ما كان صحيح، أنتي شنو رأيك فيه؟ صحيح طبعا. مو كله صحيح؟ اي صحيح. انتظر العشر ايام هاي، قلت لك في نوازل محدده، لان يعني هذا الشخص زين ستميز نعم. سؤال جواب. يعني اعرفك انه انت الصراحه يعني انا شاكه في هذا الشخص انه ما يريدني او هيك شيء، دائما يعني هذا الامر اللي قالقني انت مثل ما حكيتي صح ام لا؟ يعني شو تشوفين انت؟ انا قلت لك انت حاله قلقه، قلت لك لا ما قلت لك؟ قلت لك انت قلقه حيل صح لو لا؟ قلت لك لو ما قلت لك خلاص لا يعني ترى هذا تحريض، انا ما اقبل بالتحريض على الدوره بعدين يطلع الولد لا. يعني عشان لا احراجات انت اريدك يعني غير انا يعني اعرف منك الصراحه حتى تفهمين تقولي لي اي او لا. باقي راح نسد يعني. راح نسد التليفون حيل ونقول لك اي لبالك اي، يلا باي باي، سد التليفون وياها. يعني تحرجنا هاي البنيه والله تحرجنا، ايش حقها هيك؟ حرام عليك على الدوره، ما يريدك شو اسوي لك يعني؟ ها شو مشكله؟ ما يخالف طملي بالك اول وتالي يرضى. يلا في اتصال هاتفي اخر ولا شنو وقتنا بعده؟ الو الو صباح العافيه. الو السلام عليكم. عليكم الاكرام، مرحبا. السلام عزيزتي، يا مرحبا. انا ام علي من كربلاء. ام علي الاخت ام علي من كربلاء. اول مره ام علي تتصلينه؟ لا لا متصلة بك قبل. يا حي الله أم علاوي الغالية وبأهالي كربلاء الكرام. عزيزي الله يحييك. مية هلا. والله أريد أشوف عن مواليد تشوفي لي ياهن. أي نعم عيوني صار. 3 أنت 16/3؟ أي 1981. طيب خليك معايا ثواني. 16/3 16/3 مولودة الحوت وزحل مائية الطبع. أم علي اسمك الكامل عزيزتي؟ اسمي جنان بنت رجاء. طيب تحياتنا لأخت جنان حبيبتي بنت رحم الله والديها رجاء. طبعا طاري جنان صدق خلي أنا تذكرت أن أوجه تحية لأختنا وحبيبتنا ومتابعتنا الدائمة الأخت جنان من النجف الأشرف، تحياتنا الحارة الصباحية إلتش يا حبيبتي، وإن شاء الله يا رب البيت العامر دائما والصحة والسلامة. هاي تحيه حبيب. صباحيه ان شاء الله ما ينسون الله. الكل حبيبي الله طيب. يحييك ان شاء الله يا حبيبتي تفضلي. يلا اختي. اي والله شفت ارد شوفي عن نفسيتي ما مرتاحه تعبانه دائما. طيب. خاصه على اطفالي دائما يعني جنونة. ما ادري شنو السبب. جنونه انت ايش هي ساعه الولاده عندك؟
والله ما أعرفها. زين اسم الماما شنو؟ اسم الوالدة؟ رجاء. رجاء. العمر ايش قد؟ 1981. 81 العمر كله يا ربي. يلا جنان. نعم. فقط تسألينا عن شنو بالضبط تحديدا، الحالة الصحية ام شنو تحديدا، ايش اللي مطلوب يعني، شنو اللي يعني ما مرتاحة بحياتي. ستميس بس ابدا اعرف هم يجي يوم مرتاحة بحياتي؟ قالوا لي حتى اسمي يعني مأثر علي لان جنان، ما اعرف صدق هذا الحكي. لا منو هلا منو قال لك اسمك مأثر عليك؟ منو قال لك يعني مثلا عالم طاقة، عالم حروف، منو اللي قال لك؟ اي والله يعني سمعت اسم جنان لان بحرف الجيم. سمعتي؟ لا انت ما لك علاقة بسمعتي، احنا نتحدث عن حالة فلكية، واذا نريد نجمعها نجمعها مع اسم الوالدة. ايه. يعني جيم بجيم تدين الصدق كلامك صحيح. ايه. يعني حرف الراء والجيم من الوالدة، وحرف الجيم اللي معاش هو سبب الحالة اللي انت معاها. طيب اوكي يا جنان، اذا تحبين نسوي لك كنية يعني حتى تحاولين انه تغيرين من هذه الاسماء، ولو تسألين عن الكنية اللي تناسبك او تناسب اسم الوالدة الرجاء، الرجاء والجنان، اذا شوفي هي مسألة الجنان من وين مأخوذة؟ مأخوذة من جمع جنة. اوكي؟ نعم. جمع جنة جنان، ماكو احلى من هذا الاسم، لكن حرف الجيم اللي كان مأثر او مرتبط او اسم الوالدة اللي هو حرف الجيم والراء بدايته ما تتطابق مع اسمك، لذلك تعود عليك بسايد افكت او تكون هي سبب التقطعات او التوقفات اللي تتعب عليك. اوكي نسميك مشمشه، نسميك سوسن، نسميك نسمه، نسميك شيء حلو هيك اذا تحبين، اطلقي اي مسمى عليك، مو يعني مو خطا والله. يعني انا من الناس بصراحه اقولها قدام الكل خلي يعرف، كان اسمي مأثر مع اسم والدتي، ويعني سويت كنية خاصة بي والحمد لله والشكر، يعني وصلت إلى مراحل حيل أشي خاص بي الحمد لله والشكر، طلعت من هواي أمور. فإذا تحبين كني نفسك، وطبعا إحنا هم تحياتنا للأخت أم دموع من أربيل، تتذكرنا يمكن إحدى الحالات اللي كانت أيضا ابني اسمها دموع فسميناها قندة يعني سكرة، والأمور بأحسن ما يكون. للعلم صدقوني والله العظيم أنا ما دخلي، أنت اللي تختارين الاسم اللي يفيدك، ولكن ممكن أنه يبدي بحرف السين، يعني تحددين تحت اسم السين واختاري ما شئتي من بدايته حتى يتناسب مع الراء والجيم اللي مع اسم الماما. هذا فيما يخص، لكن ما يمنع أنه تكونين أنت من المواليد اللي احنا تحدثنا عنها اللي راح تكون مواليد الحوت. مولود الحوت لهذه السنة عنده أفراح كلش حلوة، يعني تتخلصين من حالة القلق، حالة قلق طبعا انت من النوع اللي صايره عندك اشبه بمرضى الوسواس، خلينا ما يعني لا تزعلين من عندي، هذا الموضوع حيل ماخذ منك، وكانه حتى يعني ستميس كل ما احاول ما اقدر، يعني تفكير وقلق واكثر شيء على اطفالي يعني خايفه ما ادري ايش. خلاص 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 اعطيك الحل، بما انه مولود الحوت معاها رسائل حلوه، معاها فترات ممتازه، فانت ما تحاولين تشغلين نفسك بالقلق، لانه ببساطه شديده خليني اسالك سؤال وجاوبيني. اذا صعدتي بطائره وانت مسافره راح تامنين اكو قبطان يقودك بهاي الطائره؟ تمام؟ نعم. واذا صعدتي بباخره بالمي راح تامنين انه قبطان السفينه ما يغرقك مثلا؟ انت صاعده مجبره. رب العالمين. احسنتي، ونرجع لرب العالمين اللي هو خلقك ومتولى نعمتك. اذا الله هو اللي خالقك يعني الله موجود، ليش هذا القلق؟ ما في شيء يستدعي القلق. اذا ايش راح تسوين بطريقه جدا سريعه؟ يعني احنا من الدقائق الاخيره من عمر الفقره، دائما الاستغفار الشديد مع القراءه، اي شيء ما تيسر من سور القران الكريم. والله تتمزق خصوصا اقرا يعني وملتزمه الشكل اني جيد. الرحمن دائما عليك بالرحمن، دائما عليك بالرحمن، راح اقولها المره المليون. مولوده الحوت هذه الارقام والاسماء لسوره الرحمن جدا تناسب الحوت لهذه السنه مع النوازل الايجابيه، صدقيني الحاله جدا ممتازه معك، انت وين معك نقله، معك خطوه، معك شيء جديد، او ربما الفلك يقول ما انه معك شيء داخل لمولود الحوت، ايش هذا الشيء اللي معك؟ ما ادري والله ما شيء. عموما يا عزيزتي حاولي تكونين متفائله، وانا اعطيتك نصيحه وان شاء الله يا رب امورك باحسن ما يكون. ان شاء الله تتميز بعد قبل ولا وقتك. ابدا. العين دائما يعني عين علي وعلى اطفالي. اي واضح هذا الموضوع، انا قبل شويه اريد يعني ابدي اقول لك، ولكن الاشياء اللي انا فهمتك عليها ما في مانع انه تسمعين اي شيء من الرقيه، كلش ممتاز، كلش كلش زين هذا الموضوع.
زين يعني شنو ايش اقول؟ يعني اي اليوتيوب موجود معك؟ افتحي واكتبي. ما عندي نت. ما عندك نت؟ اذا الرحمن والكوثر والحمد قل هو الله احد. وعندك آية الكرسي، كلش مهمات هذني، احفظ يعني دائما رتليهم بالبيت وشوف الموضوع ان شاء الله راح يكون جيد معك. ان شاء الله. تمام حبيبتي؟ حبيبتي. شكرا جزيلا لاتصالك الغالية. يا مرحبا. طيب إذا فقرتنا الصباحية معكم مشاهدينا انتهت، لكن أكيد لقائي بكم يتجدد كل يوم صباح. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكملون باقي فقراتهم الصباحية. طبعا راح أقول لكم باي باي.